لا لا لا، احنا هنخيب ولا ايه يا محمد؟ هنخيب ولا ايه؟ يعني ايه لحد دلوقتي ما عملناش اعلان 2019؟ مش فاهم يعني. يعني احنا نفرق عن الفرق التانية ايه يعني؟ نفرق ايه عن الشركات الكبيرة؟ ايه؟ لجنة الميديا مش لاقية فكرة للإعلان؟ أمال أنا مش هقدر معاك كود بط؟ ليه يعني ليه؟ ليه يعني المفروض إن أنا اللي أحط الفكرة الكريتيف من عندي يعني؟ أمال هم شغالين معانا ليه؟ شغالين معانا ليه؟ طب بقول لك إيه بقى؟ بقول لك إيه يا محمد؟ اقفل دلوقتي، اقفل، عشان بص أنا مش لاقي نفسي أصلاً متضايق وقرفان وطالع عيان أهلي، تمام؟ اقفل. إيه؟ البنت حلال؟ مالها؟ بتسلم عليا؟ بجد؟ مش وقته يا محمد، مش وقته، بعدين، يلا سلام. سلام. فين الشاي بالليمون يا طارق؟ ايوه هو شويه بس عشان مفيش سكر. ده زعلان عشان مفيش فكره كرييتيف. ده احنا ما عندناش سكر نحطه في الشاي بالليمون يا باشا. بص اتفضل الشاي بالليمون اهو. اتفضل. شكرا. يوم احنا بنصور. بنصور ايه؟ مش انت اللي مثلا هاتوا الكاميرا وتعالوا؟ انا يا ابني؟ ايوه انت، يعني ما انا مش فاهم، نمشي طيب ولا نفركش ولا نعمل ايه؟ لا لا لا، نمشي ايه؟ مش استنى، افتكرت خلاص. احنا جايين عشان خاطر نصور حاجه عشان نطلع منها الاعلان بتاع 2019. طيب يعني بما اننا اجتمعنا كلنا في المكان هنا، فقلنا حاولنا نتكلم في الموضوع دوت. يعني احنا ما نفرقش عن الشركات الكبيره والفرق المشهوره جدا طبعا في اسكندريه، فقررنا ان احنا نعمل اعلان 2019. يعني هنفرق عن الشركات الكبيره، ما نفرقش، احنا جنبي، احنا تخصص اعلانات، تمام. وطبعا بما ان افكار الميديا نازله بتروخ علينا، فقلنا ان احنا نستنى. ستوب. ايه يا استاذ، هي فين الافكار دي يا مقص؟ ما تيجي انت تمسكها مكان احسن. لا والله، لا تيجي تمسكها انت مكان احسن. لا يا عم، على ايه؟ خلاص كمل. لا لا لا، والله والله انا مصور. تعالى تمسكها مكان احسن. خلاص كمل يا استاذ يوم، احنا اسفين. عارف يا سيدي ان مفيش افكار للميديا؟ عادي يعني، مفيش سكر. لا مؤاخذة يا طارق، هجيب سكر يا حبيبي. حاضر. عارف ان مفيش افكار للميديا يا سيدي، وعارف كمان ان احنا لسه حتى الان ما حطيناش الاعلان بتاع 2019. بس لما فكرت في الموضوع دوت، لقينا ان احنا اقرب حاجه بالنسبه لنا ممكن نستخدمها هي السلوجان بتاع الفريق، اولد از جولد. ولقيت ان احنا ممكن نطلع من الفكره ديت بفكره ترتبط بالنوستالجيا والافكار اللي احنا فيها، ودي كانت النتيجه. السيوم ده اقوى واحد في المجرة. اوه السيوم ده سنيف عالم الاخراج. السيوم ده احسن مخرج في مصر. في مصر. خلاص يا طارق. ستوب يا مجدي. وحش الشاشة. ستوب يا خالد. ستوب يا سنيف عايز. ستوب يا طارق. انا قلت قديم بس مش للدرجه دي يعني. طيب نسيبنا يا جماعه، نسيبنا من الكذابه اللي في دماغي ديت بغض النظر، تمام. نرجع لموضوعنا. طبعا بعد ما دورنا في الافكار الكتيره اللي كانت عرضها على الميديا الموقره، طبعا لقينا من الانسب جدا ان احنا نعمل سيرفي ونسال الناس عن رايهم في الاعلان دوت، وانسب فكره لاعلان هيستوريا لعام 2019. شكلي حلو كده يا محمد، اشيل الشاي ولا اسيبه؟ لا مش لازم، هو كده كده في حالتين حلو يعني. قشطه تمام. ماشي يا مدام، هنبدا دلوقتي. مدام امال مدام ايه؟ مدام ايه؟ ما اتعلمتش الشياكه؟ مدام دي سهواك يا فندم. المهم اتفضل يا فندم. احنا هنبدا تصوير حالا. 3 2 1 بونسوار ليديز اند جنتلمان. دلوقتي احنا في شوارع اسكندريه الجميله، نازلين عشان خاطر نصور ونسال الناس عن رأيها وعن الأفكار اللي ممكن تمسها لما نيجي نعمل إعلان جديد لهيستوريا 2019. ومعانا حد معاك. ايه؟ ايه؟ انت قناة البي بي سي؟ لا مش البي بي سي. لا 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 دي الهيستوريا. الهيستوريا تيم كمان، هي مش هيستوريا بس. المهم دلوقتي احنا بنسأل خلاص بقى يا حبيبتي، كفاية أوي كده.
بنسأل الجمهور عن الأفكار اللي ممكن تمسهم عشان نعمل إعلان جديد للسهرة. ما تحط من الأفكار اللي بيمسهم وتيجي إحنا نعرف الأفكار اللي بتمسنا هنا على كم بنقف نفس كارتين كده نقوم نتعرف. كارتين إيه بس؟ واحد لله. واحد لله بس حضرتك إحنا على فكرة ممكن الألطف بكده بكتير يعني. الألطف من كده إن إحنا ممكن نجيب الكاميرا دي كده أهو. ها؟ لا يعني يا محمد. وهنفضل عايشين طول عمرنا عشان نشتغل دايما تحت راية تعليم فن نضيف في كل المجالات الفنية. ومش بس مسرح، احنا بنعمل المسرح بكل انواعه. كمان عندنا افلام قصيرة وثائقية وافلام طويلة روائية. وبنعمل مزيكا وبنغني وكمان بنألف. ده غير طبعا حاجات كتير عندنا في الفريق زي الشعر والمزيكا والتمثيل والسكتشات والحاجات دي كلها. وهنفضل طول عمرنا بنقدم رسالة فن نضيف، وهنفضل دايما طول عمرنا شاغلين تحت راية ان الفن هو هدفنا الاساسي، هدفنا الاساسي في الحياة. ومش ناويين ان احنا ان شاء الله نموت غير لما نحقق الهدف ده. وده كان الفكره بتاعت اعلامنا سنه 2019 اتمنى الفكره تعجبكم، واتمنى ان انتم تكونوا كويسين. نشوفكم على خير، صباحكم. وتحت تقديم رساله فن نضيف كان هدفنا في الحياه هو تقديم رساله فن ابتدى عمره. لا لا زي ليه يا محمد؟ طب انت بتقول ده دي كواليس يا جماعه، المذيع ايوه واقفه بتستنى البنت على البي بي سي وده متحرك لابسه جزمه ولابسه جزمه حديد لاول مره لابسه جزمه في حياتها.